وله الحمد في الآخرة إذ ذاغت الأبصار وسقط الجلل. أصرف الناس في كل مكان فأمهلهم ربي وما غفل. ولو شاء ربك بقدرته ما أصاب النبات بلل. سبحانه ملك فحكم فعدل. سبحانك ربي سبحانك. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. أرسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول يعلم الإنجيلا. وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا. والصلاة والسلام على الحبيب النذير صلوات ربي وتسليمه عليك سيدي يا رسول الله. نظرت إلى روض النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه. فقلت إذا كان الرياض منورا فما بال جوف الروض ما بال من به. وما بال روض ضل نور محمدا ونور رسول الله من نور ربه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه البلدة الطيبة أهلها وفي هذه الليلة القرآنية التي أقامتها العائلة الكريمة لتكريم عميد مقاولي الفراشة الحاج رفعت السباعي والد المهندس محمد رفعت السباعي والمهندس أشرف والمهندس أحمد رفعت السباعي والذي عاش في معية الله تبارك وتعالى إلى أن فاضت الروح إلى بارئها. أسأل ربي جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة إنك على ما تشاء قدير. أيها الأحبة الكرام الله تبارك وتعالى زكى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. زكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هيا بنا نحلق سويا في سماء القرآن الكريم. مع ذلكم العالم القرآني علم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم. وهبه الله تبارك وتعالى صوتا لا يمل الإنسان سماع يدوي في الآذان كدوي النحل في الخلية. مثل مصر في كثير من الدول العربية والإسلامية والذي سافر إلى أكثر من 45 دولة في جميع أنحاء دول العالم الإسلامي والعربي والدول الأوروبية. صاحب مدرسة الإتقان في فن وتجويد القرآن. هيا بنا نشنف الآذان ونعطر المكان بآيات الواحد الديان. مع ذلكم القارئ القروان وفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق القارئ بالإذاعة والتلفزيون
أدعو الله أن يمده بمدد من عنده، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يا رب يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
إن الله اصطفى آدم ونوح مني
رب تقبل منا مستمعين. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. والله أعلم. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم. والله أعلم. والله أعلم بما وضعت. فلما وضعت قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. عليك يا رب.
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادى
محراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك
كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. لا اله الا الله محمد رسول الله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم يا مريم اقنتي لرب
ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبط، يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر. وهكذا أيها الجمع الطيب المبارك، استمعنا واستمتعنا إلى دقة الأداء وروعة التلاوة وجمال الصوت، وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أيها الأحبة الكرام، شكر موصول لمخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة والإضاءة والإنارة. أولاد الحج رفعت السباعي بميد تمسيس بمركز ومدينة أجا. الهندسة الصوتية العالمية الحج خالد الجهري المقيم بميت العامل بمركز ومدينة أجا. الخدمات الفندقية أولاد الحج محمد فرج، دارة المتر بدر محمد فرج المقيم بالحج حسن ديار بنجم شرقية. كاميرا المهندس السباعي مسعود المقيم بكفر المنظرة بمركز ومدينة أجا. وتتقدم العائلة الكريمة بالشكر والتقدير لكل مقاولي الفراشة والإنارة والهندسة الصوتية بجميع أنحاء الجمهورية، وكذا السادة مرشحي مجلس النواب والسادة الحضور. شكر الله عزاءكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.